الله. الجمع الكريم، أرجو من الجميع الوقوف الجلوس في أماكنهم حتى نعطي للمكان مهابته ووقار القرآن الكريم. في ساحة آل عبد الوهاب وسعد ببيشة قايد بالزقازيق التي بذلت كل المجهودات المشرفة لتكون هذه الليلة في أبهى وأجمل صورة، حتى يرتقي أذان المغرب موهبة العصر الكبير الشيخ محمود محمد صابر، ثم عقب صلاة المغرب تصعد الأذان مع الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى قاري الإذاعة والتلفزيون العربي. ودائما وأبدا في جمال اللقاء لابد أن يتباهى كل شرقاوي أن الشرقية مصدر لعمالقة التلاوة والتاريخ المشرف، الآن مع العلم قوي الجوابات شديد الصراخات الذي يمتع الآذان حين يتلو من آيات الله البينات مأدبة عرش التلاوة بجمالها الشيخ محمود محمد صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي Thank you.
لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Yeah.
لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن تبتم فلكم وإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ف
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فنظرة إلى ميسورة فنظرة إلى ميسورة وأن تصدقوا خير لكم كنتم تعلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
تصدقوا خير لكم. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. ولا Yeah.
بيت الدندن اولاته يا سيد عشان خاطر الرئيس المشير كريم العظيمة ستنا السيدة دي مدى 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 نعم يا معامل فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمله فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل رجل وامرأتان يا أنت في
ولا يأبى الشهداء الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا فليس عليكم جناح ألا تكتبوا وأشهدوا إذا تبايعتم ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم
وأشهد إذا تبايع ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله يعلمكم ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله لكل شيء عليم واتقوا الله ويعلمكم صدق الله العظيم. واتقوا الله ويعلمكم الله مفتاح كل خير في تقوى الله في سرك وعلانيتك لا بد أن تكون عالما بمراقبة الله ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون من خواتيم سورة البقرة أبدع قارئنا كعادته على عرش التلاوة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي مع الشكر للسيد المستشار وليد الطناني رئيس محاكم شبرا العالم والمعلم والقطب الكبير فضيلة مولانا الشيخ الشحات شاهين نقيب قراء محافظة الشرقية أطال الله لنا بقاءه ومتعه بالصحة والعافية معالي الدكتور صلاح حري الإمام والعالم المفوه فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي فضيلة القارئ الشيخ خالد محمد حنفي البلبل المغرد الشيخ فرحان عبد المجيد والشيخ عمر فرحان عبد المجيد بالإذاعة والتلفزيون العربي السادة رابطة مقاولي أشغال الفراشة بمحافظة القليوبية عموما السادة رابطة مقاولي أشغال الفراشة بمحافظة الدقهلية عموما السادة مقاولي أشغال الفراشة بمحافظة الغربية ومحافظات جمهورية مصر العربية والإسماعيلية باسم ملوك الفراشة والإنارة والهندسة الإذاعية والصوتية بالشرقية ممثلة في أولاد عبد الوهاب وسعد ممثلة في إعلامي القدير الذي له تاريخ مشرف مع عمالقة التلاوة
من الرعيل الأول وله واجب وافر في الجيل الصاعد من السادة القراء والإعلاميين. الوالد الكريم الذي عرف بفراسة الكلمة وبلاغتها في المحافل وعلى المنابر، والدي الكريم الحاج مصطفى عبد الوهاب، وباسم ملوك الكهرباء والإنارة بجمهورية مصر العربية الحاج سعد عبد الوهاب والحاج إبراهيم عبد الوهاب، وباسم ملوك الصوتيات الإذاعية الحاج سيد عبد الوهاب والحاج أسرة المرحوم الحاج سعد محمود، وباسم ملوك الفراشة أيضا بالشرقية أولاد المرحوم الحاج علي عبد الوهاب رحمة الله عليه، والذي نحن في ليلة تكريمه التي سيسجلها التاريخ بحروف من ذهب وماء من نور. أشكر باسم الأستاذ مصطفى علي عبد الوهاب والأستاذ أحمد علي عبد الوهاب. أشكر أيضا بالسادة قيادات وزارة الداخلية والأمن الوطني والقوات المسلحة ونقابة رجال الأعمال والسادة الإعلاميين باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والوجوه المشرفة لوزارة الإعلام ممثلة في الوالد طيب الخلق متواضع الشخصية أستاذ عبد العزيز عمران رئيس التلفزيون المصري، السادة قيادات وزارة العدل والسادة نقابة المستشارين. الجميع في هذا اللقاء أشكركم على حسن عزائكم باسم رابطة مقاولي أشغال الفراشة والإنارة والهندسة الإذاعية ببيشة قايد بالزقازيق أولاد عبد الوهاب وسعد، أشكرهم بأدبهم وحسن خلقهم في هذا اللقاء الذي يتشرف بالجميع. أشكر أيضا السادة مهندسي وقيادات شركة توزيع الكهرباء والطاقة بالشرقية. أما الآن يرتقي أذان المغرب يرفع النداء البلبل المغرد المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد المبتهل باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي.